طيب خلينا كمان نروح، لأن في ملفات كتيرة وكلام كان داير الفترة اللي فاتت بطريقة يعني شوية مستفزة، أقول شوية كان فيها افتراضات، شوية كان ناس تطلع تقول لك حصريات وحاجات بلاش أي أساس من الصحة. خلينا تاني نرجع نقول لما بنتكلم عن حاجة حصرية بنتكلم عن حاجة ليها علاقة بكيان النادي الأهلي لازم يخرج من المصدر. دلوقتي نقدر نقول إن محمود كهربا رسميا على رأس قائمة الأهلي لمباراة سموحة طبعا، وهيكون يعني متواجد، وإحنا سعداء على فكرة بعودته مرة تانية. والاتحاد المصري لكرة القدم أرسل كان خطاب للنادي الأهلي بيفيد بأحقية مشاركة كهربا يعني في مباراته أمام سموحة، زي ما قال كمان خطاب اتحاد الكرة وفقا كمان لمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم. هو قال خلاص يعني أعلن انتهاء إيقاف اللاعب، هيكون يوم 11 يناير أو كان يوم 11 يناير. وطبعا ده كان رد على خطاب النادي الأهلي اللي كان بيستفسر فيه عن موقف كهربا، يعني عايزين كنا الفترة اللي فاتت نعرف بالظبط موقف كهربا إيه هو، وهنا من حقه إن هو يشارك ولا لأ بشكل طبيعي في المباريات مع الأهلي لغاية لما يتم صدور قرار آخر من لجنة يعني الانضباط بالفيفا. أنا سعيدة جدا بعودة كهربا لينا مرة تانية. كهربا بجد لاعب تقيل، بيفرق جدا وجوده في الملعب، حقق كتير جدا من إنجازاته من بطولات مع النادي الأهلي في المواسم اللي فاتت وفي الفترات اللي فاتت. فبإذن الله تبقى مباراة قوية كريم إن النهاردة شاء الله. أكيد، وفعلا مجرد بس يعني الفترة اللي فاتت الملف بتاع كهربا كان حواليه لغط كتير قوي، وطبعا لم يخلو من الفتاوي في أغلب الأحيان. أنا بتكلم تحديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، فكويس ان الصوره اتضحت بالنسبه لكل الاطراف. الحقيقه اكيد اضافه كبيره جدا وجود كهربا في ارض الملعب. احنا بنتكلم على لاعب ليه خصوصيه شديده جدا وعنده كاريزما كبني ادم وكلاعب، حتى في الملعب عنده كاريزما وعنده شخصيه، لاعب مهاري من طراز يعني رفيع جدا. اكيد اكيد هيبقى له ده ان شاء الله انعكاسات ايجابيه وطيبه مع الفريق الفتره اللي جايه.